سائب شاف معاملة المسلمين معاملة النبي له، يقول فأعلنت إسلامي أو كتمت إسلامي، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. تأثر بالتعامل، التعامل يا شباب. أنا بنصح عيالنا لمبتعثين والناس كثيرين السياحة في بلدان غير مسلمة، أو ممن يأتيهم الناس في الشركات أو في بيوتنا بعض الخدم والعمال، أنا لا أقر هذا لكن هذا واقع وبلين به، أقول التعامل ليس فقط مع غير المسلم، مع المسلم من باب أولى، لكن مع غير المسلم قد يدخله في الدين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلام الطيب، الكلمة الجميلة، الاسلوب الحسن، حتى النظرة يا جماعة، النظرة. يعزمك رجال في بيته ويمكن احيانا ما يسولف معك، حياك الله يطلع يخرج حياك، وتنظر الى نظراته ربما اكرمك على المائدة حقيقة. لكن اكرام النفس، وخلنا نقول خفيف ظل وخفيف نفس، هذا لا تجدها في عند بعض الناس. انا اريد ابتسامتك، طلاقة وجهك، محياك الجميل، ولا تضع لي على سفرتك شيء. هذا هو الاكرام الحقيقي، لان الاكرام اكرام التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذا السائب او سائب في مع الاسرى فدخل في الاسلام، يقول اسلمت ثم دفعت الفدية بعدين اعلنت اسلامي.